بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الحلقات في برنامج من أحكام القرآن الكريم. قد انتهى بنا الحديث في الحلقات السابقة إلى قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ما زالت الآيات الكريمة في تعداد جرائم اليهود وفضائحهم التي استحقوا بها عقوبة الله ولعنته، وأشدها وأشنعها كفرهم بخاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات أن من جملة العقوبات التي أحلها الله بهم أنه حرم عليهم طيبات وحلت لهم، عقوبة لهم وتضييقا عليهم. وهذا التحريم إنما هو للعقوبة، وهو تحريم طاري، لأن الأصل في الطيبات أنها حلال كما قال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالأصل في الطيبات أنها حلال، ولكن اليهود لما تعنتوا وتشددوا شدد الله عليهم فحرم عليهم طيبات وحلت لهم، وذلك لأسباب ذكرها الله في هذه الآية. السبب الأول الظلم: فبظلم من الذين هادوا، أي اليهود. الذين هادوا أي اليهود. السبب الثاني: صدهم عن سبيل الله كثيرا. السبب الثالث: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. السبب الرابع: وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهذه جرائم ارتكبوها فغضب الله عليهم فحرم عليهم هذه الطيبات تضييقا عليهم وإحراجا لهم. فبظلم من الذين، أي بسبب، الباء سببية، بسبب ظلم، ظلم ارتكبوه. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فاليهود لما وضعوا أحكام الله في غير موضعها وبدلوا وغيروا، فإن الله سبحانه وتعالى غير عليهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، لأن الأصل فيها الحل، لكن الله حرمها عليهم لأمر عارض وهو ظلمهم وما ذكر معه
في هذه الآيات من الأسباب. وهذا إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال ذلك جزيناهم ببغيهم، أن هذا التحريم إنما هو لبغيهم، جزيناهم ببغيهم. وهنا قال جل وعلا: فبظلم. فالبغي والظلم سبب هذه العقوبة: حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله. طبيعة اليهود وشأنهم أنهم يصدون عن دين الله ويمنعون الناس من الدخول فيه حسدا وعنادا وإذلالا للبشرية، يريدون أن تكون البشرية تحت أقدامهم، ويسمون أنفسهم شعب الله المختار، ويجعلون من سواهم خدما لهم، فلذلك يصدونهم عن دين الله ليحرموهم من هذه النعمة، ولأجل أن يبقوا عبيدا لهم مستذلين لهم. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وهذا يشمل كل من صد عن سبيل الله فإنه متوعد بأشد الوعيد. فالذي يعمل الأعمال التي تمنع الناس من الدخول في دين الله عز وجل مستحق للعقوبة والوعيد في كل زمان وفي كل مكان، لأن المفترض العكس، عن لا سيما على العلماء، واليهود علماء، والمفترض عليهم العكس، وهو أنهم يمكنون الناس من الدخول في دين الله ويدعون إلى دين الله، لكنهم عكسوا الأمر حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فصاروا يعملون الأعمال التي يمنعون بها الناس عن الدخول في دين الله، إما بالتهديد والفتك بالبشرية، وإما بالإغراء بالشهوات والأطماع التي تصد الناس عن دين الله عز وجل. فهذا أمر لا يزال في اليهود ومن على شاكلتهم، دائما يصدون عن سبيل الله ويبطلون الأعمال الطيبة التي ترغب الناس للدخول في دين الله. فما من مشروع من مشاريع الخير والدعوة إلى الله إلا قاموا بإفساده ومعارضته من أجل أن يصدوا الناس عن الدين الصحيح. وصدهم عن سبيل الله كثيرا، وهذا الصد منهم ومنع الناس من الدخول عن سبيل الله كثير وليس قليلا، فلذلك استحقوا هذه العقوبة الشديدة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.